أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يتناسب مع عدد السكان في القطاع. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حريصة على العمل مع فرنسا لنزع فتيل الأزمة وإحلال السلام. نقطة أيضا توافقنا على أن احنا نعمل فيها بجد، وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. والنهاردة احنا بنتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم، والقطاع تحت الحصار الكامل، وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه، وده أمر كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع. وإحنا قلنا إن إحنا هنا متوافقين أيضا على أهمية إن إحنا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات. وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس إن هو وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين.